ينضم إلينا عبر الهاتف من بغداد النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية الأستاذ جوزيف ستيوا. مرحبا بك أستاذ جوزيف. يعني ماذا حذر زعيم الكلدان لويس ساكو مسيحي العراق من خطورة الالتحاق بميليشيا الحشد؟ تحية طيبة لكم سيد الكريم. أهلا بك. وتحية طيبة لجميع مستمعي قناتكم الموقرة. حياك الله. اسمح لي فقط أن أصحح، لا يجوز إطلاق على رجل الدين كزعيم، وإنما هو رجل دين وموقعه روح. نعم. أما فيما يخص التحذير، حقيقة نحن كمسيحيين نأمل أن لا تبقى أي مؤسسة خارج إطار المؤسسات الدولة أو تكون فوق مؤسسات الدولة. اليوم كانت الحشد حادة ماسة تأهب الجميع للدفاع عن أراضي العراقية بكل مكونات الشعب العراقي، ولكن اليوم الحمد لله تخلصنا من هذه الداع في أراضي العراقية. فما هو الجدوى من بقاء الحشد كمؤسسة فوق مؤسسة وزارة الدفاع أو الأمنية أو الشرطة؟ هناك أناس شخصيات أفراد يمارسون البط واعتداءات اعتقالات حتى المواطنين العزل في مناطق ثانية وبقية المناطق بالحشد. فبس أدنى شك، يعني نحن لا نهم مؤسسة الحشد بأكملها، ولكن هذه السلوكيات التي تقوم بهكذا السلوكيات ومؤسسة الحشد الشعبي لا تعاقبها. كون ليس هنالك على ما يبدو قانون العقوبات ضمن هذه المؤسسة. أضف على ذلك حتى هنالك بعض الأشخاص من البشمركة هم الآخرين يعتدون على الناس باسم القوات البشمركة. إذا الغاية من هذه إطلاق هذه الفتحة هو أن يكون هنالك مؤسسة وزارة الدفاع، ويكون هنالك يعني تجنيد عسكري إلزامي للعراقيين لنتخلص من كل هذه الزوائد، حيث يكون الجيش البعض يرى الأول والأخير. سيد لويس، يعني البعض يرى أن المسيحيين عانوا من جرائم الميليشيا من قبل، لماذا التحذير الآن تحديدا؟ أستاذ جوزيف، أنا أعتقد نحن كنا قد حذرنا مرارا وتكرارا. نعم. يعني إذا كان سيد لويس ساكو يحذر الآن، نحن حذرنا مرارا وتكرارا منذ فترات طويلة أن لا تبقى هذه المؤسسة بهذه الشاكلة، حيث السلاح يعني طليق في الشوارع العراقيه. يبدو اليوم شعر بهذه الخطوره السيد ساكو بعدما اتته بعض الشكاوى من قبل المسيحيين لما يتعرضون لهم في مناطق نينوى، ولكن نحن كسياسيون كنا نرى النتيجه منذ فتره طويله خلت. هل ترى ان يعني ان ايران وراء هذا الاضطهاد الواقع عليكم؟ بدون أدنى شك هنالك بعض الجهات تابعة أو مسنودة من قبل النظام الإيراني في العراق، وهذا ليس مخفيا، وحتى هنالك صفائف عسكرية تعلن هذا الأمر نهار التهار. وبالتالي أيضا ربما هنالك مطامع إيرانية في هذه المنطقة من خلال البعض من الشبك الذين اليوم يعني برزت هويتهم الطائفية الشيعية. فهنالك نعم هنالك بعض التدخلات عبر القنوات الإيرانية في هذه المنطقة. ما مصلحة إيران في ذلك أستاذ جوزيف؟ ما مصلحة إيران من اضطهاد المسيحيين ومحاولة تهجيرهم من قراهم؟ الغاية منها أن تكون يعني تفريق هذه المنطقة من المسيحيين لكي يسيطروا عليها هذه الصفائل الشيعية التابعة لهم، ومن ثم هم يكونون يسلحون ويمرحون بالمنطقة ويكون لهم الكلام، يعني يكونوا هم الآمرين الناهين، ولا يكون هنالك معارضة أو تنوع في هذه المنطقة، ومن ثم يكون السيطرة على هذه المنطقة بهذه الشكل. نعم، شكرا لك من بغداد النائب عن قائمة الوركاء الديمقراطية السيد جوزيف ستيوا، شكرا جزيلا لك.